أبدأ معكم بخبر مميز وجميل جدا. الرياض تستعد للتحول إلى متحف فني كبير في يوم 18 من شهر مارس الجاري، بعد إطلاق احتفالية نور الرياض والتي تتضمن 60 عملا فنيا تفاعليا يعتمد على الإضاءة بمشاركة 40 فنان وفنانة عالميين ومحليين. وتستمر الاحتفالية لمدة 17 يوم في أماكن متعددة من العاصمة الرياض، وأبرزها مركز الملك عبد العزيز التاريخي في وسط الرياض ومركز الملك عبد الله المالي، والذي سيتضمن على متحف يضاهي أشهر متاحف العالم. مين متحمس؟ كلنا متحمسين. متحمسة إن الرياض يعني غير أنها عاصمة المملكة صايرة العاصمة السياحية طبعاً. يعني صارت أشياء جميلة يمكن في السنوات اللي فاتت، وصار تحول عظيم في وقت قياسي، وإحنا كلنا فخر. يعني وأنا مرة مبسوطة أن أنا موجودة هنا يعني وأشهد هالفعاليات اللي قاعدة تصير. لو تتذكروا في الكلمة اللي كانت في منتدى الاستثمار السعودي لما قال ولي العهد الله يحفظه، لما قال إن الدول تستثمر في المدن، تتذكروا هذه المقولة لما قالك مثلا الإمارات فيها دبي، بريطانيا فيها لندن، فرنسا فيها باريس، المملكة العربية السعودية هيكون فيها الرياض. وأتوقع أن في استثمارات كبيرة وفعاليات كبيرة هتخلي الرياض وجهة سياحية إن شاء الله مميزة جدا. صحيح أكيد. وخصوصا أنه يعني بعد البنية التحتية للرياض تساعد جدا، والمساحة قاعدة تساعد، والأجواء تساعد.